أهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في الأوفياء، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر بمناسبة الذكرى 11 لخطاب الملك محمد السادس. يحضر معنا اليوم السيد محمد شقير المحلل والباحث السياسي. كما تعلمون أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم 9 مارس 2011 شكل منعطفا هاما في تاريخ المغرب، إذ أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن مشروع دستور جديد للمغرب، واعتبرت وسائل الإعلام هذا الخطاب ثورة ثانية للملك والشعب من أجل تعزيز مسلسل بناء المغرب الحديث وبلد ديمقراطي. السيد محمد شقير، هل المؤسسات والأحزاب كانت في موعد هذه اللحظة التاريخية؟ لابد من الإشارة بأن نظام الملك الراحل حسن الثاني في إطار صراع سياسي مرير عمل على ضرب كل مكونات النخب السياسية، بحيث تم إما تصفية هذه النخب أو العمل على استدماجها أو إدماجها في لعبة سياسية كان آخرها ما سمي بحكومة التناوب. وبالتالي فبعد تولي الملك محمد السادس الحكم وجد بأن الساحة خالية تقريبا من نخب جديدة شابة من الممكن أن تتعامل وأن تتلائم مع الظرفية السياسية الجديدة أو تتلائم مع أفكاره السياسية في الحكم. وبالتالي هذه النخب عندما طرح أول دستور لهذا العهد والذي تضمن عدة مضامين سياسية متطورة خاصة فيما يتعلق برئاسة الحكومة وفيما يتعلق بتوسيع مجال التشريع بالإضافة إلى التركيز على السلطة القضائية، لم نجد من النخب من يمكن أن يجسد هذه المضامين، بدليل أن رئاسة الحكومة عندما منحت لشخصية لم تكن متمرسة لا مع ابن كيران ولا مع العثماني، لم تكن متمرسة بالعمل السياسي، جعل هذا المعطى من المؤسسة تتوارى ولم تعكس المضامين المتطورة لهذا الدستور. بالإضافة إلى هذا وجدنا بأن خصوصا في إطار تبني نموذج تنموي جديد، في إطار البحث عن خيارات سياسية واقتصادية للبلاد، لم نجد لحد الآن نخب التي يمكن أن تبلور هذه الخيارات وأن تكون لها القدرة والاستعداد والتجربة لتنزيل هذه المقتضيات سواء على الصعيد الدستوري أو على الصعيد السياسي وحتى على الصعيد الاقتصادي. نفهم منك سيد شقير أن الأحزاب غير قادرة يعني على تنزيل مقتضيات هذا الخطاب، هل حسب يعني نظرك هل يمكن أن تتدارك في الاستحقاقات المقبلة هذا الأمر؟ الاستحقاقات القادمة التي لا تفصل عنها إلا شهور، من الصعب جدا القول بأنه من الإمكان إيجاد هذه النخب، ولكن إذا ما تم اعتبار هذه الاستحقاقات منطلقا جديدا أولا لتشبيب نخب، وثانيا للعمل على انتخاب وجوه سياسية جديدة تجمع ما بين التكوين السياسي والتمرس السياسي، أظن أن في هذا الإطار يمكن أن نأمل في نخب التي يمكن أن تعمل على كما قلت تبني وتجسيد المشروع التنموي الجديد. شكرا السيد محمد شقير على هذه التوضيحات.